أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا النهاردة نموذج جميل، صديقة جميلة نساء الإرادة. صديقتنا الجميلة لديها شر الأطفال في السوقين، لكنها بتقدر تستخدم الوقازات للمشي. وأكبر تحديات بتواجه أصدقائنا من ذوي الإرادة وأصحاب الإعاقات الحركية وجود سلالم وعدم وجود أماكن مجهزة. صعوبات كتير وتحديات كتير بيواجهها أصدقائنا من ذوي الإرادة، لكنهم بقوة إرادتهم وعزيمتهم وثقتهم بنفسهم بيقدروا يتغلبوا عليها. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على الحياة، قادرين على العطاء، قادرين على مواجهة كل الأعقاد وتحدي كل الصعاب.